وللمزيد عن الوضعية الوبائية في المغرب ينضم إلينا البروفيسور سعيد المتوكل المتخصص في الإنعاش الخاص بالأمراض التعفنية وأيضا الرئيس السابق لقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء وأيضا الرئيس الشرفي للجمعية المغربية للعلوم الطبية. أهلا بكم بروفيسور المتوكل. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. ألف مرحبا. أصدرت وزارة الصحة المغربية بالأمس بلاغا تقول فيه أن الوضع الوبائي مستقر ومتحكم فيه، من خلال متابعتكم هل في الوضع الوبائي اليوم ما يبعث على القلق اعتبارا للحصيلة اليومية التي نتابعها ومنها حصيلة هذا اليوم التي تابعناها قبل قليل؟ هي الحالة تبقى كذلك، لا تبعث على الكثير من القلق، وإن كان يجب هناك أن يكون بعد الحذر. نحن الآن نلاحظ أن هناك منحة تصاعدي في الحالات المؤكدة المكتشفة حديثا والمتعلقة ببعض البؤر المتعلقة إما ببعض الصناعات أو الفلاحة كما شاهدنا في الميمونة، ولكن هذه الحالات تبقى لا تمثل خطورة كبيرة بالنسبة للمغرب، لأن هناك مؤشر آخر الذي يدعونا إلى بعض الإطمئنان مع الحذر كذلك، وهو الضغط على المستعجلات الاستشفائية وعلى كذلك حالات الإنعاش المتعلقة بمرض كوفيد التي تبقى قليلة وقليلة جداً. يجب أخذ الحذر، تتبع المخالطين، يجب كذلك إعطاء الأولوية للفحوصات والتكثيف منها، وهذا التكثيف يجعل كذلك أن الحالات المؤكدة ستكون في شكل تصاعدي، وهذه الحالة المنحنى التصاعدي الذي عرفناه في الأسبوع الفارط نلاحظه كذلك في بعض الدول الأوروبية كفرنسا أو ألمانيا أو في كوريا الجنوبية التي عرفت هذا المنحنى. طيب بروفيسور، في هذا السياق، من بعد هذا بؤرة الفواكه الحمراء اللي شفنا فيها أنه في أيامها منحنى الإصابات وصل 500 إصابة، وبعد ذلك بأيام بدأ المنحنى ينخفض يوم بعد يوم، يتذبذب نزولا إلى 175 اليوم. اليوم هذا المنحنى هو ينخفض تدريجيا ظاهريا، هذا الذي يبدو. بغيت نسأل، هل في هذا المنحنى عناصر خطر احنا اللي غير متخصصين ما كتبانش لنا؟ هو كذلك هذا المنحنى الذي يسير الآن في الانخفاض هو يشكل صيرورة بما يعرف بالبؤر. نلاحظ أن بؤر تكون هناك بؤر مركزة ويكون العدد كبير، ولكن مع الوقت يأخذ منحة في الانخفاض، وهذه من الصيرورات التي تعرفها هذه الجائحة، لا بالنسبة للمغرب ولكن بالنسبة لبعض الدول الأوروبية التي سبقتنا في هذا المنحنى. هذا لا يعني أن هناك موجة جديدة، يجب أخذ بالحذر، ولكن هذا المنحنى في الانخفاض هو مبشر، يبقى من المؤشرات الإيجابية. الآن هناك مؤشرات التي تدعونا ليس للقلق، ولكن تدعونا كذلك لنبقى حذرين، ولكن مع الكثير من التفاؤل. يبقى الضغط على المستشفيات قليل وعلى المستعجلات وعلى على الإنعاش. طيب هذا مؤشر، ولكن ولاحظت كذلك في أن الصيرورة التاريخية اللي عرفها هذا الوباء الكوفيد أن أخيرا نلاحظ أن هناك بعض الارتفاع، ولكن حدة المرض تبقى ناقصة، حدة المرض
خطورة المرض تبقى بعض الشيء ليست بالحدة التي عرفتها بعض الدول كفرنسا وإيطاليا في أول ظهورها في الدول الأوروبية إبان شهري مارس. طيب كده. بروفيسور، احنا كنا كنتابع ما يجري في العالم، دول تحصي تقريبا في اليوم 40,000 حالة وفاة، 40,000 حالة إصابة عفوا يومية، دول تحصي 30,000 حالة إصابة يومية، لكن هنا في المغرب لم نعتد على أي ارتفاع من هذا القبيل، فهذا الارتفاع ببضع عشرات، واش لازم نخافوا منه اليوم باش نقرأوا الوضع الوبائي في المغرب؟ واش خاصنا نركزوا على الإصابات أم خاصنا نركزوا على نسبة الحالات اللي هي في الإنعاش أو للوفيات أو حالات الشفاء؟ شنو المعطى اللي خاصنا نفهموا به الوضع الوبائي في المغرب؟ لفهم الوضع الوبائي في المغرب أن في المغرب ونظرا للإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية وكذلك تكاتف الجهود جميع المتدخلين في هذا الميدان، خلوا أن الحالة كانت متحكم فيها وجدا. هناك مؤشر له دلالته وهذا المؤشر هو نسبة الإماتة. المغرب يعرف نسبة منخفضة جدا من الإماتة، أقل من 2%. لاحظنا أن نسبة الإماتة كبيرة في الدول الأوروبية وبعض الدول أمريكا وأمريكا اللاتينية، ولكن بالنسبة للمغرب وشمال إفريقيا وبالخصوص في المغرب نسبة الإماتة تبقى منخفضة جدا، وهذا مؤشر إيجابي ويدعونا للإطمئنان. لما نقول إطمئنان يجب كذلك في هذه الجائحة الأخذ الكثير من الحذر. بروفيسور المتوكل، كيفاش نعرفوا اليوم الحدود الفاصلة ما بين أنه يكون عندنا ارتفاع محدود وطفيف في الإصابات متعلق ببؤر وبين حدوث نكسة في الوضع الوبائي؟ هو حدوث نكسة يبقى وارد لأن هو فيروس جديد ويكشف كل يوم عن بعض أسراره، وكل الخبراء والمهتمين بهذا الشأن يبقون حذرين إزاء التنبؤات بما سيكون عليه مآل هذه الجائحة، ولكن التدابير والدروس التي أخذناها من الصيرورة التاريخية من منذ بداية هذا الوباء في الصين وكذلك لما ضرب أوروبا ووصل إلى إفريقيا وتبقى نسبة الإصابة في إفريقيا وفي شمال إفريقيا قليلة بالنسبة للدول الأخرى. هناك بعض الخبراء الذين يتكهنون أن هذا الوباء موجته الأولى ستنتهي في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة، هناك من ينتظر موجة أخرى، لا أحد له القدرة بالتنبؤ لأن التنبؤ في هذه الجائحة يبقى مسألة تثير كثير من الشكوك، ولا يمكن لأي أحد أن يجزم بما سيكون عليه المآل في الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة. في كل الأحوال بروفيسور، المغرب ولله الحمد بقي يعني في حرز من 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 أي تفشي يعني نقل واسع، على عكس العديد من الدول في المحيط الإقليمي على المستوى العالمي. أين السر في أن معدل الوفيات هو تقريبا من الأقل عالميا؟ هو السر يكمن في التدابير الاحترازية، في الحجر الصحي، وإن كان علميا الحجر الصحي لا يمكن كذلك أن نجزم أنه كان له مفعول، سيبقى من
من الدراسات المستقبلية في إطار تتبع الجائحات. طيب. كان هناك التباعد الاجتماعي، كان غسل اليدين، كان أخذ بالكمامة، جعل لبس الكمامة، وكذلك ما عرفه المغرب من كذلك من بعض الخطوات التي أخذت على المستوى السياسي والاقتصادي، وكذلك تدخل جميع الفاعلين بما السلطات، وكذلك الأطقم الطبية والشبه الطبية التي استفادت من التجارب الأخرى في الصين، وكذلك وخصوصا في إيطاليا وفي فرنسا. وكان لقد كان لهذا للسيرورة هذا الوباء، لأن الوباء ضرب المغرب بعد هذه الدول. صح. والأطقم الطبية استفادت من هذه التجربة، وكذلك كان التكفل بالمرضى بالشكل المطلوب، وكذلك النظام الصحي المغربي كان في المستوى بالنسبة لهذه الجائحة. بروفيسور المتوكل، وزارة الصحة المغربية ذكرت أنه 98% من الحالات النشطة الموجودة لديها لا تظهر عليها أي أعراض، لا تظهر عليها أي أعراض. هنا البعض يتساءل، عموما لنقل حالة مصابة بالفيروس، حاملة للفيروس، لا تظهر عليها أي أعراض، بمعنى الفيروس يدوز منها وش يخلي أثار معينة في الجهاز التنفسي ولو أنه ما ظهروش أعراض. هناك بعد الأبحاث التي نشرت أخيرا وتتعلق بهذا النوع، هذا النوع من المرضى التي تكون لهم أعراض صغيرة أو ليس هناك أي أعراض، ولكن لما نعمل بعض الفحوصات، الفحوصات بالكشف بالسكانير كما كنقولوا، كنلقاو أن يمكن نلقاو أن إصابات في الرئتين. هذا من لما تكون هناك أعراض قليلة أو لا تكون، لما نبحث سنرى أن هناك بعد البقايا، البقايا في الجهاز التنفسي، في الجهاز التنفسي أو في الجهاز المناعي أو في بعض الأعضاء الأخرى. أما بالنسبة للمرضى الذين يعرفون أن أعراضهم قليلة أو معدومة، معدومة كما تقول، كيبقى بالنسبة لهذا المرضى كاين فيهم بعض الأنواع التي لها مفعول العدوى على المخالطين أو على أهاليهم. هذا هو المشكل. لما يكون الإنسان ما عندوش أعراض يقدر يعادي مرضى آخرين في العائلة ديالو ولا في المحيط ديالو. هذا مشكل ما بتروح حد. أنا أستفيد من كونكم متخصص في الإنعاش الخاص بالأمراض التعفنية. واحد داز منه فيروس كورونا من بعد الشفاء، لازمه يأخذ يدير احتياطات معينة أو علاجات معينة أو فحوصات معينة للتأكد من سلامة الجهاز التنفسي أو أجهزة أخرى؟ هو لابد من التتبع، لابد من المراقبة، لأن بعد الدراسات التي نشرت أخيرا والتي نشرت في بعض المجلات العلمية الرصينة تتحدث عن أن هناك بقايا، أو أن لما تكون هناك لما يكون إصابة في الرئة يمكن ندوز لواحد المرحلة ديال مرض مزمن في الرئتين. يجب التتبع، وهذا رأيناه في بعض الأبحاث الإيطالية وكذلك الأبحاث في فرنسا وفي مارسيليا. لأن البروفيسور راولت كان عندهم لاحظوا هذه المسائل وعندهم نشروا بعض الملخصات في النشرات العلمية حول هذا الموضوع.
طيب. فهذا الموضوع سيشكل كذلك أن سيكون من المفيد أن الأمر مرضى الكوفيد لما كيخرجوا من هذا المرض خص دابا التتبع ديالهم باش يشوفوا المآل ديالهم واش غادي يصحوا وما تبقى حتى شي آثار أو لا غادي يدوزوا بعد خطرات المرحلة مزمنة. بروفيسور المتوكل، في بداية هذه الجائحة أتذكر قولة للبروفيسور عبد الفتاح شكيب هنا في هذا البرنامج تحديدا، قال ينبغي أن نخشى من الفيروس كما نخشى من السبوع أو من الذئب. هو دار هذا التشبيه في جهود التحسيس والتوعية بخطورة هذا الفيروس. اليوم بعد 4 أشهر من لنقول استئناسنا ومعرفتنا لنقول بهذه الظاهرة الجديدة، هل ينبغي أن نخشى الإصابة بفيروس كورونا دائما بنفس المستوى؟ أنا أتفق كثيرا مع البروفيسور شاكيب في هذا الميدان. يجب أن نتأقلم مع الفيروس. يجب كذلك يمكن هذا الفيروس سيدوم أكثر لمدة أيام أسابيع أو شهور، ولكن اللي لاحظنا أن الأخذ بالاحتياطات بوضع الكمامة، البعد الابتعاد الاجتماعي أو البعد الجسدي المخالط التباعد الجسدي أو غسل اليدين، هاد الإجراءات قد تخلي أن غادي نحتاطوا وما غاديش ناخذوا هاد المرض، ويمكن غادي يساعدنا حتى في بعض الأمراض الأخرى اللي كتكون موسمية كالزكام أو بعض الأمراض الأخرى. صحيح. طب بروفيسور متوكل، هناك سؤال يتردد كثيرا ولعلك على اطلاع بما تشاء من خلال مشاهداتك أيضا في الشارع، لنقل نحن كمواطنين هناك أفراد لا يلتزمون أو يتساهلون أو يتراخون في الالتزام الصارم عند الاختلاط في الشارع في الأماكن العامة بالالتزام بالإجراءات الاحتياطية التي تمنع العدوى وتخفف منها أو تحد منها. هل يمكن أن يتسبب هذا في نشوء طفرة في الفيروس تكون أكثر قتلا أكثر فتكا؟ هو كل شيء وارد، هو رفع الحجر الصحي المتدرج الذي يعرفه الآن. يجب على المواطنين أن يأخذوه بعين الجد. لما نخرج من هذه المرحلة ما غاديش نحتفلوا كخروجنا منتصرين من مباراة رياضية. يكون الاحتفال، يكون الاحتكاك، يكون العناق، لا. إذا كان هناك رفع للحجر الصحي يجب أن نبقى حذرين وحذرين جدا، لأن الفيروس لا زال معنا. يمكن أن تكون هناك نكسة وبائية. احنا رأينا أن بعض المناسبات اللي شناهم في أوروبا بالنسبة لبعض المرابطين في إيطاليا كانوا هم مباريات رياضية التي أحدثت الجائحة، شنا في فرنسا بعض المناسبات الدينية في فشر كانت وصفها البعض بأنها قنابل بيولوجية، يعني تلك التي فجرت الوضع الوبائي تماما. هي كذلك. وقديما قال العرب أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. المشكل أن هذا الفيروس له خطورة كبيرة، لأنه يصيب الفئات الهشة. ومن هي هذه الفئات الهشة؟ هي الناس اللي متقدمين في السن، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الناس اللي عندهم بعض الأمراض كالسرطان أو ضعف في جهاز المناعة. وكذلك يمكن أن يصيب الإنسان الشاب، عرفنا شنا أن بعض الشبان كان لهم مآل
محزن. كان هناك موت بالنسبة لهذا. دونك الخطر وارد. إذا كان الخطر وارد بروفيسور المتوكل، عفوا على المقاطعة، المنظومة الصحية اليوم مع الجهد الذي بذل من أجل لنقل تعزيز قدراتها، هل هي قادرة اليوم على استيعاب تحديات التخفيف من الحجر الصحي؟ لا سمح الله ارتفاع عدد الإصابات من جديد. هي المنظومة الصحية في المغرب اجتازت امتحان صعب وقد أبانت عن أهليتها بالرغم من بعض الملاحظات، من بعض أن هناك انتظارات كبيرة للساكنة بالنسبة لهذه المنظومة الصحية، ولكن كان لها البلاء الحسن. وهذه شهادة لكل شيء كيقولها الناس. كان هناك تضافر الجهود جميع المختصين، لأن شنا حنا في الشارع في الحياة العامة أشنو عملوا الممرضين والممرضات اللي كانوا حدا المرضى، الأطباء الإداريين التقنيين، شنا رجال السلطة كيفاش كيتذكروا مع الناس، كيفاش كي داك البعد البيداغوجي التحسيسي التحسيسي، رجال الإعلام، الإعلام اللي تواكب هذه القضية اللي خلت أن كانت هناك هي بالنسبة للمغرب كانت كمسيرة وطنية لدفع بهذه الجائحة. المنظومة الصحية استفادت، يجب كذلك العناية بها، يجب تطويرها، يجب أخذ بالاعتبار بعض النقائص، هذا لابد. ولكن نشنا أن العدد الأسير ديال الإنعاش اللي كان قليل أصبح في ظرف وجيز يتجاوز الألف، وأن التعليمات اللي تعطات بمشاركة القوات المسلحة بالتعليمات ديال صاحب الجلالة اللي خلات واحد الوقت أن كنا غنوصلوا 3,400 أو 3,500 سرير للإنعاش. وأنا شفت في المستشفى، في بعض المستشفيات وفي المستشفى الجامعي ابن رشد كيفاش كان هناك كانت واحد الحملة اللي خلت أن جميع الأقسام ولات قابلة لاستقبال المرضى والتكفل بهم من ناحية الإنعاش الطبي الذي يتطلب كثير من الإمكانيات والتقنية والموارد البشرية. واضح. شكرا جزيلا لكم البروفيسور سعيد المتوكل المتخصص في الإنعاش الخاص بالأمراض التعفنية، الرئيس السابق لقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الرئيس الشرفي للجمعية المغربية للعلوم الطبية. سعدت كثيرا بالتواصل معكم، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.